والانتصار، كما يتوجه رئيس الجمهورية بالشكر إلى البطلة أون جابر على الجهود اللي بذلتها من أجل رفع الراية التونسية أعلى وأعلى في كل الدورات التي شاركت فيها، متمنيا أن تتقدم في الترتيب العالمي لكرة المضرب حتى تكون الأولى في العالم. قيس سعيد يحب أون جابر تكون الأولى في العالم، ساشون كو هي توا العاشرة وبعد الفوز نتاع البارح باش تولي السابعة. دونك سي قيس معناتها ماذا به الأول، معناها لعب ليه معناها. احنا الكلنا نحبوها تولي الاولى. صعيبه صعيبه برشا، نجم علي. تكون الاولى، اما راهو انك باش تكون ديجا في التوب 10 ولا حتى في التوب 20 راهو صعيبه على الاخر. ثم برشا بيرسيفيرونس، ثم برشا خدمه، ثم برشا امكانيات بارابور شنو احنا عندنا في تونس، امكانيات الدوله اللي مخصتهم مقارنه للامريكيه اللي ربحتها واللي قاعده تلعب، راهو والله لا مقارنه، معناتها فوارق شاسعه جدا. دونك هذاك علاش لازمنا نعرفوا قيمة اللي قاعدة في أون جابر. كان جات أون جابر أمريكية ولا فرنسية راهي التوب، راهي الأولى دوبوي 10 سنين وما تنحاتش، فهمت شنو هي؟ دونك هذاك علاش مهم جدا زاد نذكروا أنه راهو الجمعة الداخلة بعد مدريد هذايا ثم تورنوا جديدة في روما كيف كيف من فئة 1000 نقطة. هذوما سيري خاولة نتاع الملاعب الترابية اللي يجوا قبل أكبر دورة نتاع ملاعب ترابية اللي هي رولان جاروس. شكون تونسي اللي ما يحبش رولان جاروس، اللي ما تابعش رولان جاروس وعندوش تاريخ نتاع رولان جاروس؟ دونك هذاك على زاد نشموا في حاجه، طامعين في حاجه، عندنا اسبوار في حاجه انه اذا كان ان شاء الله راهو مهم جدا. مره اخرى ذكر اللي قاعد صاير، اللي قاعد صاير راهو اللي يهز مدريد اوتوماتيكمون يهز رولان جاروس. راهو نادال وقت اللي هز لي 5 فوا دو سويت رولان جاروس هز قبلهم 5 مرات ولا بعضهم هذي. دونك ديما اللي يهز مدريد يكون عنده دي شانس كبار ياسر باش يهز رولان جاروس. علاش ليه كان تصير حاجه كيما هكا تكون من غير ما نسبقوا هكا ان شاء الله؟ خليها بستر ربي، ان شاء الله ان شاء الله ربي تستر. برافو برافو لأون جابر، فوالا ونستناو رولان جاروس السنه بنكهه اخرى، خاطر مستنيين نتفرجوا في رولان جاروس باش نعملوا جو السنه. عندنا اونس جابر شالا في رولان جاروس وباش تعمل مينيموم دومي ولا فينال ولا علاش لا تهزها معناتها فوالا. دونك ميرسي اونس جابر فرحتنا، ميرسي بوكو. نتعداو نقعدو نحكيو عن سي وعلى نقعد نحكيو على السي ونحكيو على البنات، بنات ليسبيرونس الفتيات فوالا. فتيات الفولي نتاع ليسبيرونس، ليفينمون البارح في ليسبيرونس هو عوده فريق عريق جدا الوطني بعد 29 سنه كامله. بطبيعه نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. الفتيات نتاع ليسبيرونس قادوا فريقهم للصعود ولا للعوده من جديد للديفيزيون ناسيونال بعد سيزون كبيره برشا. تمكنوا تقريبا من الفوز على كل المنافسين نتاعهم واخرهم الفوز البارح ضد مستقبل رياضي بحمام الشط 3-0. نذكروا انه في وقت سابق تم كانت موجوده قبل سيكسيون فولي نتاع البنات في ليسبيرونس، لكن وقع حلها السيكسيون هذيا، ومن تقريبا 5-6 سنين رجعت من جديد للسيكسيون، لكن حبوا يعملوا ترافاي دو باز. البنات هذوما اللي نشوفوا فيهم تو في الاف ام تي في هما بنات ليسبيرونس من اللي عمرهم 5-6 سنين. دونك تعدوا باللي كاتيجوري حتى كشرين وصلوا للسينيور، وتعرف كي تتحل سيكسيون ترجع من الاول جديد ما يرجعوش في الناسيونال، يرجعوا من ديفيزيون 5 4 يطلعوا بشويه بشويه. دونك السنه طلعوا للديفيزيون ناسيونال، وعام جاي باش تكون اكيد معناتها المهمه صعيبه برشا. سان ريان افوار كي نلقاو دي كلوب كيما السي اف سي، نادي نسائي بكارتاج، نادي صفاقسي، الاولمبي الاقليبي الافريقي، كذلك اتحاد كارتاج، هذوما الانديه اللي مسمي عليهم الفولي. في كل حالات ليسبيرونس عام جاي ماهيش باش تلقى نفس المنافسين اللي لعبت لهم السنه، حسب الاستراتيجيه نتاع المسؤولين انه البنات ليسبيرونس هذوما باش يزيدوهم شويه عناصر نتاع لاعبات خبره باش ينجموا يعملوا فريق يلعب على الالقاب، خاطر كيما تعرف الترجي ما تنجمش تلعب هكاك يتهز لي تيتر سينو ما فماش علاش، فهمت؟ دونك هذا هو مبروك للفتيات ليسبيرونس العوده من جديد الى القسم الوطني. مبروك ولد عديو تو الماتش مهم برشا اليوم، نحكيو على الدربي ايمن. وما ادراك ما الدربي، ثم برشا ستاتيسيك برشا احصائيات تشكيل، مش ندخلوا في التكنيك والتكتيك. ممكن توا بداو بشويه بشويه الجمهور قاعدين يخرجوا باش يمشيو للاستاد، هذاك علاش باش نحكيو على بلاغ عملته الداخليه للجمهور كيفاش السيركيلاسيون وين تمشي فوالا. ثم برشا ممكن حتى مش ماشيين للاستاد، اللي ماشي للحمام شط ولا حمام لمف باش يلقى روحهم مع الجمهور، دونك خاصوا لهم كيسات اخرين. دونك البلاغ يقول انه معناتها الباركينج نتاع
الباركينغ بتاع الكره باش يكون مخصص للمأوى الشمالي لجماهير النادي الافريقي واللي نجموا يدخلوا له من لوتوروت ا1 والا من اللي جاي من شوشه رادس والا من جي بي 1، هذوما باش يكونوا مخصصين الى جماهير النادي الافريقي. كذلك نحكيوا على الدخله نتاع النادي الافريقي، محاضرين الجماهير دخله كبيره ياسر، الكوم تاعها حسب ما توفرنا من معلومات انه 80 مليون تكلف الدخله نتاع النادي الافريقي اللي باش يشوفوها بعد شويه. ونذكروا انه الماتش هذا مش بيكون بجماهير زوز فرق بتبيعه، جماهير فقط النادي الافريقي ابوبري باش يكونوا 25 الى 30 الف باعتبار انه النادي الافريقي هو اللي يستضيف. نكملوا بمعين الشعباني مصر، نمشيوا لمصر. المصري البورسعيدي هزيمه ثالثه على توالي معين الشعباني مع الفريق نتاعو، رغم البدايه القويه برشا، رغم الريزولتا البهين، اخرهم كان ضد الاسماعيلي نهار الجمعه. سيتواسيون ماهيش لك الكل لمعين ومساعد ومجد التراوي، كذلك ثم زوز ملاعبين اللي هما الياس جلاصي وهيثم العيوني. ثم برشا مشاكل ماديه، ثم برشا نقاط استفهام، وبعد برشا صمت معين شعباني كان يتكلم في اون سبورتس حول الموضوع هذايا. نسمعوا التصريح نتاعو انكس صغير. الوضعيه في النادي مش احسن وضعيه، لازم تدخل الاطراف الكل. انا نشوف من ناحيتي انه في عوض ما نلمه المواضيع، لا فما اتهامات وكل واحد يحب يقول للثاني اللي هو غلط. لا، النادي المصري ما يستحملش كل يوم كل اسبوع، يعني بخلاف المشاكل نتاع الملعب عندك مشاكل ذهنيه عند اللاعبين. انا تكلمت مع الرئيس، قلت لهم بعد الماتش ان شاء الله نتقابلوا، لازم نوضحوا الامور، الظروف العمل مش متوفره، ولكن فما مشاكل كبيره في النادي عندي. انا نتحافظ على 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 برشا حكايات، نتحافظ احتراما للنادي، ولكن بالطريقه هذه مستقبل غامض. انا كما قلت لك نتحفظ على، فما حاجات كثيره نتحفظ عليها. واضح انك انت يعني الموضوع مزعلك جدا. عندي ان شاء الله موعد مع رئيس النادي الباشمهندس سمير حلبيه. لا لا، جميل، في بورسعيد كلها سعيده بوجود معين الشعبان. نعرف وانا كمان، ولكن تعرف هذا احتراف بصراحه، كل واحد يتحمل مسؤوليته. حسب التصريحات هذوما ظهر لي ثم تلميحات بخلاف الموضوع انه ثم مشاكل ماديه الملاعبين مش خالصين وجرافيت و ثم تلميح واضح انه امكانيه خروجه معناتها من المصري البورسعيدي، لكن يقول هو كلامه فيه شويه دبلوماسيه، يقول انا محترف لكن نحترم العقود وكذا. لكن من كلامه نجم نفهم حاجات ما بين السطور. فقط قبيله حكينا على انس جابر مع